فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا الحكومة كافرة ولا تطبق شرع الله، فقبيلتنا عندهم عادات يتبعونها ويتراضون عليها إذا قتل أحدهم الآخر، يقول: وهذه العادات توارثوها أبا عن جد، فهل يجوز تحكيمها في هذه المسائل؟ والله ما ندري عنها ولا نتكلم فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.